باريس يفوز على ريال سوسيداد بهدفين على أرضه ووسط جماهيره، ولاتسيو يفوز بهدف على أرضه ووسط جماهيره أيضا على بايرن ميونخ. أصحاب الأرض فازوا في المباراتين النهاردة، عكس طبعا أصحاب الأرض في مباراة الأمس وفي مباراتي الأمس اللي الضيوف طبعا فازوا فيهم على أصحاب الأرض. شفنا في مباراة ريال مدريد ولايبزيج في ألمانيا الريال فاز، والسيتي وكوبنهاجن في الدنمارك السيتي فاز، فالضيوف قدروا ان هم يفوزوا في اول مباراتين في دور ال 16، والمباراتين اللي بعد كده في تاني ليالي الابطال اصحاب الارض المره دي الكوره ابتسمت لهم وفازوا على الضيوف. باريس فازت على ريال سوسيداد في مباراه متوسطه، في مباراه الخبره اللي رجحت فيها كفه باريس على ريال سوسيداد. وبشكل عام في المباراه دي ريال سوسيداد خطأ الحارس في الهدف الأول فتح اللقاء لباريس، ويعني حارس المرمى يتحمل الهدف الأول بشكل كبير جدا، ويعني مبابي بالأسيست اللي عمله وصل للأسيست رقم 26 ليه في دوري الأبطال، وبالهدف اللي أحرزه وصل للهدف رقم 44 ليه في دوري أبطال أوروبا، علشان يتساوى مع محمد صلاح ودروجبا في عدد الأهداف المسجلة في دوري الأبطال كأحد الهدافين التاريخيين في دوري أبطال أوروبا. مبابي لسه 25 سنة وفي 68 مباراة قدر أنه يوصل للهدف رقم 44 والأسيست رقم 26 في دوري الأبطال. على مستوى مواجهة العودة الدنيا هتكون صعبة على باريس، لأن باريس بره أرضه الدنيا مش أفضل حاجة، ويعني ما بيكسبوش بره أرضهم، وفي دور المجموعات كمان بره ارضهم ما كسبوش خالص، في 6 ماتشات كسبوا ماتشين بس وبره ارضهم ما كسبوش. فباريس بره ارضه الدنيا مش افضل حاجه، لكن الهدفين اللي احرزوهم في مباراه الذهاب هيهدوا عليهم الدنيا شويه في مباراه العوده، لان ريال سوسيداد هيكون فاتح خطوطه وبيحاول انه يعوض النتيجه ويعوض الهدفين اللي دخلوا مرماهم، فده هيدي مساحات اكتر لمبابي ومساحات اكتر لخط هجوم باريس في مباراه العوده ان هم يقضوا على امال ريال سوسيداد. بشكل عام ريال سوسيداد في الدوري هم طبعا يعني المركز السابع، سجلوا 32 هدف واستقبلوا 22، وكانوا متصدرين مجموعتهم في دوري الأبطال وما خسروش ولا مباراة في دور المجموعات وتأهلوا كمتصدر لمجموعتهم. على مستوى الدوري إلى حد ما الدنيا ماشية كويس، سجلوا 32 هدف واستقبلوا 22 وفي المركز السابع في الدوري الأسباني. باريس طبعا متصدر الدوري الفرنسي والأفضل في فرنسا، 21 مباراة سجلوا 51 هدف واستقبلوا 18. باريس عنده فرصة قوية انه يتأهل على حساب ريال سوسيداد بعد الهدفين وبعد خطأ حارس المرمى في الهدف الاول اللي فتح اللقاء. باريس عنده فرصة قوية في مباراة العودة انه يزود النتيجة وانه يستغل المرتدات ويستغل اندفاع لاعبي ريال سوسيداد لتعويض النتيجة في مباراة العودة. فباريس عنده فرصة كويسة في مباراة العودة انه يتأهل بفوز مريح على ريال سوسيداد، وحظ باريس ان جالهم ريال سوسيداد في دور ال 16. باريس الموسم ده مش افضل حاجه في دوري الابطال، فلو جالهم فرقه اقوى شويه كانت هتقضي على باريس من بدري في دوري الابطال. الناحيه الثانيه واللقاء الثاني وفوز برضو صاحب الارض لاتسيو على حساب البايرن. لاتسيو بضرب الجزاء وباميكانو خد له طرد يعني ما فيهاش كلام، تهور وغشامة كبيرة جدا من أوباميكانو فتح بيها اللقاء، ويعني ضرب الجزاء بيديها هدية لاتسيو أحرزت منها الهدف وفازت في النهاية بهدف على بايرن ميونخ. ساري مع لاتسيو في اللقاء ده كان بيلعب شوية على أنه يسيب البايرن يلعب كورة ويعمل اللي انت عايزه، ولعب على التحولات والمرتدات في اللقاء ده، فساب البايرن ينقل كرة ويعيش حياته ولعب على التحولات وقدر انه في النهاية يحرز هدف. مكسب في الذهاب يعني مهم، لكنه 1-0 برضو الدنيا هتبقى صعبة في مباراة العودة. البايرن في ألمانيا على أرضهم هيكونوا أقوى شوية، لكن بشكل عام البايرن مش فريق مرعب، مش زي زمان، مش اسم البايرن بتاع زمان اللي كان يخض أي حد. توماس توخيل يعني بيقضي على تاريخه وعلى تاريخ البايرن الموسم ده، ولا شكل ولا طعم،
ولا جمل بتتعمل تكتيكية ولا حتى كور ثابتة بيستفيد منها بأي شكل من الأشكال. فالدنيا مش أفضل حاجة خالص خلال التسعين دقيقة في المباراة دي، ولا تسديدة. وقبلها مباراة الدوري أمام باير ليفركوزن أمام تشابي ألونسو تسديدة واحدة خلال 90 دقيقة، يعني 180 دقيقة في مباراتين متتاليتين ما يسددش غير تسديدة واحدة على المرمى في مباراتين. فيعني شيء عجيب جدا، رغم وجود أسماء في خط الهجوم قوية زي هاري كين اللي ساهم في 29 هدف في 59 مباراة للبايرن، ساهم في 29 هدف منهم، يعني تقريبا نص أهداف البايرن هاري كين ساهم فيها. هاري كين إلى حد ما لعنته شغالة مع البايرن، وجابها معاه من توتنهام وراح بيها على البايرن، خرجوا من الكاس وخسروا السوبر وفي الدوري المركز الثاني، وباير ليفركوزن راكبة الدوري عليهم وكسبتهم 3 في آخر مباراة. لكن هاري كين هجوميا هو الأفضل في البايرن وعامل لهم شكل وخطوره هجوميه بشكل كبير، سجل 29 هدف في 59 لقاء، نص اهداف في البايرن هذا الموسم مسجلها ومساهم فيها هاري كين. فيعني القوه الهجوميه دي هتفرق كتير مع البايرن في مباراه العوده، وهتضغط على لاتسيو في مباراه العوده. لكن البايرن بشكل عام يعني على اعتاب خروج بموسم صفري بعد الاداء السيء اللي بيقدموه خلال اخر كام لقاء، وبسبب يعني عدم تركيزهم وعدم تركيز توماس توخيل انه ينهي المباريات بشكل كويس. 17 محاوله على المرمى قدام لاتسيو ولا تسديده صحيحه على المرمى، يعني شيء غريب. وشالوا 3 من باير ليفركوزن. البايرن النهارده استحق الخساره، لكن لاتسيو مش افضل حاجه هجوميا في 23 مباراة في الدوري، سجلوا 28 واستقبلوا 24، يعني دفاعيا ما شاء الله الدنيا بايظة، كل ماتش بيستقبلوا هدف، وهجوميا برضو مش أقوى حاجة. مباراة العودة في ألمانيا هتكون صعبة، لكن أعتقد إن البايرن عنده فرصة إنه يعوض الهدف اللي دخل مرماه ويسجل كمان هدف تاني، لأنه هجوميا أقوى من لاتسيو، والباير عنده فرصة في مباراة العودة، إنه في مباراة الذهاب ما تغلبش غير بهدف واحد، فعندهم فرصة في مباراة العودة إن هم يفوزوا على لاتسيو. كان استعراض للمباراتين اللي اتلعبوا في دوري الأبطال، واليوم الثاني من مباريات الذهاب في دور ال 16 فوز اصحاب الارض في المره دي عكس المباراتين اللي فاتوا اللي فاز فيهم الضيوف. مباراتين المره دي فاز فيهم اصحاب الارض، والكوره ابتسمت لاصحاب الارض. باريس اللي فاز على ريال سوسيداد بهدفين مقابل لا شيء في مباراه الذهاب في ارضه ووسط جماهيره، وايضا لاتسيو فاز على ارضه ووسط جماهيره على البايرن بهدف مقابل لا شيء، وابتسمت المره دي الكوره لاصحاب الارض.